ومن الحاجات المهمة جدا واللي أنا بعتز بيها في كل مهرجان الأقصر والسينما الإفريقية إن أنا بقابل نجم المهرجان اللي بيسرق كل الأضواء، مهما كان في نجوم موجودين، مهما كان في سوبر ستار موجودين، ولكن يظل حسن حفيد الفنان الكبير محمود حميدة هو نجم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. حب كبير من كل ضيوف المهرجان لكل الفنانين، الكل مهتم جدا بحسن، وحسن انت بتبقى نجم المهرجان يا حسن وبتضيع كل النجوم جنبك. ازيك يا حسن؟ يعني انت كل مهرجان في الأقصر الناس كلها بتسيب كل النجوم وعايزه تتصور مع حسن، عايزه تشوف حسن، عايزه تكلم حسن. ايه الموضوع يا حسن؟ مش عارف. يعني ايه النجوميه دي يا حسن؟ حاسس ان انت نجم في المهرجان؟ مش قوي. ازاي حسن كل الناس بتتصور معاك وكل الناس بتعمل لقاءات معاك وحاجات كده، ما تبقاش بقى نجم النجوم؟ كل الناس اللي اتصورت معاك دي يا حسن مش ناس كتير، وانا هو كل سنه ببقى عايز اصور معاك يا حسن. انت اخبارك ايه حسن؟ كويس. اخبار الفن معاك ايه؟ لسه شويه؟ لسه. ناوي تمثل امتى؟ مش هتمثل وانت صغير يا حسن؟ حاول. مين مش موافق؟ جده ولا ماما ولا بابا؟ معرفش. مش انت قلت لي ان القرار قرارك؟ انت صاحب القرار؟ انا صاحب القرار. طب قرارك امتى هتاخده ان انت تمثل؟ ناوي امتى كده؟ معرفش. انت دلوقتي في سنه ايه يا حسن؟ سنة أولى. وماشي كويس في الدراسة؟ بتذاكر كويس؟ بتجيب نمر كويسة ولا الفن واخدك شوية من الدراسة؟ بجيب نمر. خالص يا حسن؟ ليه يا حسن؟ هي مفيش نمر، هي بس بتعلم والميس بتاعتها بتعلم بس وخلاص لسه يعني. وناوي بقى لما تكبر تدرس ايه يا حسن؟ عايز تبقى ايه؟ فنان، دكتور، مهندس؟ ناوي على ايه؟ ظابط. ظابط؟ والله يعني عايز تبقى ظابط. مين في العيله ظابط؟ عندكم حد في العيله ظابط؟ لا. حاسس ان انت شكلك كده ظابط؟ مش هتمثل يعني لما تكبر؟ همثل وهكون ظابط وهكون مغني. صوتك حلو؟ بتعرف تغني؟ طب غني لي بقى هابي بيرث داي، مش انا عيد ميلادي النهارده وقلت لي انا هعمل لك تورته، هعمل لك حفله، وحسن جاب لي تورتايه واحتفل بعيد ميلادي يا حسن. مش قلت له غني لها هابي بيرث داي؟ ما هو الساعه 12 احتفلوا بيا يا حسن. غني لي بقى هابي بيرث داي، سمعني صوتك كده. هابي بيرث داي تو يو بوشي، هابي بيرث داي تو يو بوشي. الله، ده احلى عيد ميلاد. انا السنه دي هشوف السنه على وش حسن. حسن بتحب الأقصر؟ بتخرج مع جده؟